السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. كاين واحد السؤال مهم اللي هو رياضة البطن واش كتنقص من وزن البطن؟ لا، وزن البطن عنده الحجم ديال البطن، ماشي الوزن ديال البطن، الحجم ديالو عنده علاقة باش ممكن ناكل، عنده علاقة بالسكريات البطيئة والسكريات السريعة. السكريات البطيئة هو المعجنات بجميع انواعها، المعجنات هو الخبز ومشتقاتيه، الرز، البطاطا، كاع هادشي. والخبز مهما يكون نوعه، بالخميرة البلدية، بلا خميرة، بالشعير، بالنخالة، كيبقى حبوب. دوك الحبوب كنيفيتيهم. والسكريات السريعة والسكر وتاني في خويتهم، هادو خصني نقص منهم حد الماكسيموم. وباش نقص منهم الخبز، اللي بغيت ناخد الخبز كناخد خبز كومبلي بخميرة بلدية، كناخد فوق 100 سنتيمتر من الطول ديالي، 1.70 متر، كناخد 70، كنضربها بجوج، كناخد 140 غرام فقط با بلوس ديال الخبز في النهار. وكندير حركة البطن، ولكن البطن ماشي نقص، خصني ناكل ألياف وناكل حوايج اللي كيطيحوا لي البطن، ونشرب الماء بكثرة. السؤال الثاني، اكل تفاحه او ياغورت مسوس هو صحي؟ اللي بغيت تنقص من الوزن كنوصيك انك ما تاكل لا تفاح لا ياغورت مسوس. علاش؟ التفاحه سي دي فركتوز، ياغورت مسوس سي دي بروتينات، كالسيوم ودهنيات. ما عندك ما دير بهذا الشيء، كل ماكله صحيه، خذ اون سالاد، خذ اون سوب، خذ بروتينات. توقف الوزن بعد مدة، نقصتي الوزن بزاف ولكن توقف الوزن ديالك، خصني نزيد من الحدة ديال التدريب ديالي، ولا نبدل التدريب ديالي وطريقة الأكل ديالي، نحاول نغيرها. لأن الوزن عنده علاقة بالولف، بالعادة. العادة ديالك، الجسم ديالك تعود على واحد الوزن، صعيب باش ينزل منه، كتر هي طيحتي بزاف. الوسواس القهري واش عنده علاقة مع المخ ولا مجرد أفكار قهرية؟ غالب الأحيان مجرد أفكار قهرية. كنبقى ندير الفوكس، شد في واحد الفكره وكنبقى شاد فيها وكل شيء، ممكن حاجه نغيرها. نعطيكم مثال، واش توضيت ولا ما توضيتش؟ واش توضيت درت 3 ولا 4؟ كاين الناس اللي غيقول توضيت ويمشي يصلي، كاين اللي يعاود الوضوء شحال من مره. هنا خصنا نتعاملوا معاه على السلوك المعرفي ديالو. السلوك ديالك السلوك المعرفي، ما عندوش علاقه بالشيمي ديالك ديال المخ، ما عندوش علاقه بالسيروتونين ولا الدوبامين ولا لي زهرمون اللي فيك، كان عنده علاقه بالسلوك ديالك. السلوك ديالك، دوز من حاجه دوز لحاجه اخرى، ما تبقاش واقف عند شي حاجه ما تعطيهاش اهميه. كاين واحد السلوك، كاين واحد السؤال، سكيني فات هو الجلد المترهل وكل شيء، هذا مشكل خطير. سكيني فات اشنو هو؟ هو انك ملي كتبقى تقاد الوزن، داك الجلد ديالك كتبقى كبيره وكثيره. هو نصيحة مهمة وسؤال مهم. الناس اللي كيفقدوا الوزن، دابا وكيفقدوه بطريقة سريعة، كيبقى عندهم سكيني فات. اللي كنوصيهم ان يديروا زيت الكاكاو والفازلين، يدهنوا به باش الجلد تبقى مرنة وتحاول ترجع. النظام الغذائي اللي كيعتمدوا عليه خصو يكون فيه فيتامينات، فيتامين سي، فيتامين او، فيتامين ا، فيتامين ك، وما يبطون على كولاجين مغا، كاع هادو دي كومبليمون اليمونتير كيعاونو باش يكون الجلد ديالو رجع للجمالية ديالو. كيف ازيل الكرش دون انقاص الوزن؟ ما يمكنش. الكرش هي الاخر كتحيد، لان ما فيهاش شعيرات، المناطق البارده والاوعيه هي الدمويه. نقدر نخدم العضلات ديالي كما قلنا في السؤال الاول، ولكن باش نزيل الكرش خصني نبتعد على المعجنات، خصني نبتعد على كل شيء، ولكن باش ما نفقدش الوزن خصني نخدم العضلات ديالي. خدمي العضلات ديالك يوميا، كلي بروتينات جيده، كلي السبيرولين، لا مورينغا، كلي البروتينات، 2 غرام ديال البروتينات بار كيلوغرام دو بو، وخدمي العضلات ديالك باش ما تفقديش الوزن. فوائد السؤال الاخير، فوائد واضرار ريجيم الماء. اي حاجه ريجيم انا ضدها. علاش؟ الريجيم كنعيشو به مده، وريجيم الماء، الماء عباره على سائل ماشي غذاء. الغذاء هو البروتينات، الدهنيات، السكريات، الفيتامينات والانزيمات، ولكن الماء عباره على سائل، يعني سائل كينقي الذات، يعني ما كيجيبش لك داكشي اللي خاص بالذات. الذات خاصها تقريبا 62 فيتامين و21 من الاملاح المعدنيه. الماء ما يجيبش لك هادشي، حتى الاملاح المعدنيه في الماء ما كيستافدش منهم الجسم. الجسم كيستافد من الاملاح المعدنيه اللي نابته في النباتات، اللي نابته في جذور الارض، يعني كاين الجدر في الارض ونبتات هذيك الفاكهه ولا داك الجدر وكليناه. الريجيم ديال الماء ما كنصحش به، يعني كنصح بان التوازن، والتوازن التوازن التوازن في الحياه وفي اي حاجه. اخيرا، ما كاين السؤال، وكنقول لكم واحد القضيه اللي هي مهمه في نظري. خصنا نسولوا راسنا شنو بغيت نكون اليوم، شنو بغيت نكون في هذا الاسبوع، في هذا الشهر، في 3 شهور، في 6 شهور، في عام. كيبان لكم هادشي طويل، ولكن هذه هي الحياه. لما سولتش راسي انا اليوم شنو بغيت نكون، شنو بغيت ناكل، شنو بغيت نعمل، معناها اللي لقيتها غنكون مبرمج، اللي لقيتها غنديرها، واللي لقيتها غناكلها. لما سولتش راسي هذا الاسبوع شنو بغيت نخرج منه، غنبقى اللي جات كتلقاني. بحال دابا شي واحد نسولو يقول لي سولني فين غادي، غنقول لي فين غادي، يقول لي انا غادي غادي، كنقول لي واه سير، يعني ما عندوش وجهه محدده. حاولوا تحددوا الوجهه، الوجهه في الصحه، في الفكر ديالك، في المعلومات ديالك،
في العمل ديالك، في الكارير ديالك، في العلاقات ديالك، في الدين ديالك، في الروحانيات ديالك، في العلم ديالك. صور راسك فين غادي هذا الاسبوع. الا ما بغيتيش دير عام، دير لي عاد الاسبوع، قول من هنا لنهايه الاسبوع شنو بغيت ندير انا، شحال من ساعه ديال الرياضه بغيت ندير، شحال من فيديو بغيت ندير. ما كرهتكمش ديروا دي فيديو سنتوما، كل واحد فيكم عنده شي حاجه شي خاصيه ويصيفطوا لي وانا غنكون اول ابوني عنده. علاش؟ لان لما حددتش الوجهه ما غنمشي فين. خصكم تحددوا الوجهه، راه اما تكونوا مبرمجين، مبرمجك الاعلام، التلفازه، عائلتك، صاحبك، صاحبتك، الناس، مبرمجك ليكو ديالك، ولا واعين. وانا كنبغي الناس اللي كيكونوا واعين، لان كيكون عارف الوجهه ديالو وفين باغي يمشي وعلاش باغي يمشي، وهذا هو الاساس. الله يخليكم. صور راسك شنو بغيت نكون اليوم، شنو بغيت نكون في هذا الاسبوع، نهار الحد من هنا للحد، شنو بغيتي دير؟ بغيتي تسافر؟ بغيتي دير الرياضه؟ بغيتي تقرا؟ بغيتي تفرج في الفيديوهات ديالي؟ مرحبا بك. في شهر 6، نهايه شهر 6، شنو بغيتي تكون؟ شنو بغيتي تكون تعلمتي من هنا 3 شهور، 11 في شهر 9، شنو بغيتي تكون؟ شنو هاد 90 يوم شنو بغيتي ندير فيها؟ من هنا 21، لا ماشي 21، 31 ديسمبر 2021، ثالث سنه، شنو بغيتي تكون معلم؟ شحال بغيتي يكون عندك الرصيد البنكي؟ شنو هي الصحه اللي بغيتي تكون عندك؟ شنو بغيتي المهاره اللي بغيتي تتعلم؟ سولوا راسكم هذه الاسئله باش تكون الحياه ديالكم عندها مغنى، معنى ومغنى، ومغنى يعني غنيه ومغزى، المعنى والمغزى والمتعه. صور راسك شنو بغيتي دير؟ شنو بغيت نعمل انا؟ فين بغيت نمشي انا؟ كنتمنى ان الفيديو لا عجبتكم، نتمنى من الله انها تعجبكم، لا عجبتكم وركوا على لايك وبارطاجيوها حتى تعم الفائده، ولا كانوا شي اسئله اخرين على الرحب والساعه مرحبا بكم. كنتمنى ان نرقكم في هذا العمل ويكون خالص لوجه الله. شكرا لكم وتحياتي، كان معكم طارق المليح.